بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الباب 13 بعد 200، باب فضل السواك وخصال الفطرة، وفيه 10 أحاديث. الحديث الأول، وهو الحديث 96 بعد 100 والألف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الشوص الدلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني يوقظه، لأن احنا قلنا النوم أخو الموت، فاهم؟ فالإيقاء، الاستيقاظ كل يوم اللي بتستيقظه من الوقت ده بيفكرك بالبعث والنشور، فاهم؟ الموت، النوم بيفكرك بالموت، ولما تستيقظ تفتكر باستمرار البعث والنشور، البعث والنشور بعد الموت، فاهم؟ عشان ما يفوتكش حاجة. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. يبقى من واجبات المرأة أنها تعد لزوجها ما يحتاجه. سيدتنا عائشة بتعد له طهوره، تعد له سواكه، تعد له طلباته، عشان لما يقوم يلاقي حاجته جاهزة يعملها. تيجي لك الست بتاع اليومين دول: لا انا مش واجب عليا اخدمك. انت مش فاهمه حاجه، ما هو رخر الطلاق زاد بسبب ايه؟ المناكفه. لكن شوفي امك كانت بتعمل ايه مع ابوك، شوفي جدتك كانت بتعمل ايه مع جدك، اشمعنى انت اللي طالع بقى مخي طائق؟ لا انا زي كده، وانا اتجوزتك اعمل بك ايه؟ وفي الاخر ايه بيعمل؟ طلاق. فهمت ازاي؟ ما بيبقاش في عشره. حلو، طب ما انت برضو بتقوم بيها، لما بتحتاج اي حاجه بتعملها لها، هي بتمرضها وتوديها للدكتور، بتصرف عليها، تيجي تحج تاخدها معاك تحججها، يعني بتدلعها. طب زي ما بتدلعها هي تقوم بيك برضو، يعني احنا كلنا نتعاون مع بعض نشيل بعض. فهمت ازاي؟ ادي الزواج. انما بقى نديه، الزواج بتاع اليومين دول نديه، ده ند، ده بقى صراع، كل واحد عايز ايه يثبت شخصيته على الاخر. لا، الزواج مش كده، الزواج ده تكافل وتعاون وتراحم وتواد، واخد بالك، ومصارع في انك انت تعمل الحاجة اللي تسعد الطرف الاخر من قبل ما يطلبها، زي ما شفنا امهاتنا عملوا كده، وزي شفنا جداتنا عملوا كده مع اجدادنا، وعشان كده حياتهم عاشوا. واحد كان يتجوز يفضل عايش مع مراته 40 سنة 50 سنة، لا هي تمل منه ولا هو يمل منها. ليه؟ لان حياة حلوة، شايلين بعض. لكن الناس الوقت مش فاهمة. هاي ستنا عايشة بتقول لك ايه؟ كنا، يعني معاشر زوجات النبي، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري
رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرف السواك على لسانه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يعني استعمال السواك أمام الناس ليس من خوارم المروءة، عايز يقول لك كده، لأن النبي كان يستعمل السواك قدام الناس، فهمت؟ ليس من خوارم المروءة أن ينظف الإنسان فمه أمام الناس، فهمت؟ لكن من خوارم المروءة أنك أنت لما تنظف فمك إيه تتف كده قدامنا كده، ما يصحش كده بقى، ما يصح. نظف استعمل السواك انما تقعد تتفتف بعد ما تستعمل، عيب كده، كده عيب، فهم؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط أو الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. البراجم بالباء الموحدة والجيم، وهي عقد الأصابع. وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. نقرأ الشرح. هنقرأ ده كله؟ أيوة هنقرأ ده كله. بس اتأخرنا؟ لا ما اتأخرناش، بدري من عمرك. باب فضل السواك بكسر السين المهملة. قال المصنف في شرح مسلم: قال أهل اللغة: السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود. يعني السواك بيطلق على التسوك نفسه، ويطلق على نفس أداة التسوك اللي هي إيه؟ العود اللي بتسوك فيه، فهم؟ كلمة السواك تطلق على إيه؟ العود نفسه، الآلة، وتطلق على الفعل نفسه. يعني السواك بمعنى تسوك، وسواك بمعنى إيه؟ آلة التسوك، فهمت بقى؟ وهو مذكر. قال الليث: وتؤنسه العرب أيضا. قال الأزهري: هذا من عدد الليث، أي من أغاليطه. ما عجبوش لما الليث قال إيه؟ تؤنسه العرب، إن السواك تقول هذا سواك وهذه سواك. أم الأزهري قال إيه؟ هذا من عدد الليث، يعني أغاليطه القبيح. وذكر صاحب المحكم ما يؤيد كلام الليث، أنه يذكر ويؤنس. شفت بقى بتوع النحو ما بيبتموش إزاي؟ والسواك فعلك بالمسواك، يقال ساك فمه يسوكه سواكا، فإن قلت استاك لم تذكر الفم. وجمع السواك سوك، سوك بضمتين، ككتاب كتب. سواك سوك، كتاب كتب، فهم؟ على نفس النمط. وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضا سوك بالهمز. ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. يعني إيه دلك؟ يعني إيه؟ يعني حك الشيء بالتكرار. وقيل من جاءت الإبل تساوك، أي تتمايل هزالا. وقال: وفي اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإزالة ما عليها، ويحصل بكل خشن،
يبقى ايه سنه السواك؟ اي شيء خشن تجريه على اسنانك تحدث به السنه. طب لو ايدك انت صباعك خشن؟ اه ممكن. شوف قد ايه. طب انا صباعي مش خشن، جبت حته قماشه خشنه تمشي، فاهم؟ يبقى اي شيء خشن يمشي ايه، لكن ما تاخدش ايد اللي جنبك تسوق بيها، هيتخانق معاك، هيتخانق معاك. ها اصل ايه؟ اصل ايده خشنه عن ايدي، ممكن تديني صباعك بس لو سمحت؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش. اساءة ادب. ويحصل بكل خشن ولو نحو سعد. سعد نوع من النباتات اللي بتبقى ايه قشرتها خشنه شويه. واشنان، الاشنان اللي هو الجلد القديم البالي بعد ما يكون جف شويه وبقى ايه خشن، ممكن حته جلده تعمل بيها. لحصول المقصود من النظافة بهم. والوقت نكتب عليها كمان احنا بقى ايه فرشات الاسنان، فرشات الاسنان المشهورة اللي كل الناس بيشتروها الوقت، تحل محل ايه السواك. وان كان عود الاراك افضل، لانه في عصارة هاضمة وعصارة تانية بتنقي الجراثيم، وقالوا ان هي بتقوي كمان حتى الباءة، يعني شهوة الجماع. اللي هو ما عندوش شهوة، شهوة جماع، قالوا ان العصارة دي بتقوي افراز هرمون الذكورة عند الذكور وافراز هرمون الانوثة عند الاناث. فهمت؟ فبيدوا فوائد كتيرة تقوم تؤدي الى كثرة النسل. فهمت؟ يوم ايه؟ امة النبي تكتر، تبقى حاجة جميلة، هو النبي عايز يباهي بينا الامم يوم القيامة. فهمت؟ وفي الوقت عملوا معجون سنان من السواك، واخد بالك، من عصاره السواك، واسمه ايه حتى ايه سواك، معجون سنان بيتباع كده حلو، تشتريه جميل كانك انت استفدت بعصاره السواك ده. نعم يكره بمبرد وعود، يعني ما تجيبش بقى المبرد بتاع الحداد تعمل بسنانك، تضر نفسك، تعور شفايفك، تجيب دم، تنجز بقك. فهمت؟ لازم تكون عندك عقل. والعود برضو الخشن ممكن ايه يخرم اللثه ويخلي فيه دم والدم نجس، فازاي تصلي وفي نجاسه في فمك؟ فهمت؟ فاي شيء يجرح الفم ما تستعملوش. ليه؟ لانه قد يؤدي الى خروج الدم والدم نجس، وانت عايز تصلي يبقى فمك طاهر. نعم يكره بمبرد وعود ريحان يؤذي، لان في بعض عيدان الريحان بتبقى ايه من تركيز الريحان فيها تعمل التهاب في اللثه، فما تستعملهاش. زيوت بتبقى بعض الزيوت اللي ايه بتبقى يعني مؤذية. ويحرم بذي سم، ما ينفعش انك انت تجيب برضو ايه نبات سام وتتسوق به. ومع ذلك يحصل به اصل سنة السواك، لان الكراهة والحرمة لامر خارج، والعود افضل من غيره، واولى ذو الريح الطيب، واولى الاراك، اللي يعود الاراك اللي هو ايه بيعملوا منه السواك، واللي بيتباع في الاسواق ده اسمه عود الاراك. للاتباع مع ما فيه من طيب طعم وريح وشعيرة لطيفة تنقي ما بين الأسنان. ثم بعده على طول النخل، لأنه آخر سواك استاك به صلى الله عليه وسلم. انت عارف النخل بيبقى فيه منه ايه ليف كده ايه طويل، حتى بيستعملوه يليفوا بيه نفسهم الناس اللي عندهم بلاد فيها نخل، زي الوادي الجديد وزي سيوة، البلاد المشهورة بالنخل تلاقي عندهم كل حاجة من النخل، يخش يتليف تلاقي الليفه بتاعته من النخل، يقعد على الكرسي تلاقي الكرسي بتاعه عامله من النخل، يجي ياكل ياكل البلح، يجي ياكل بهايمه ياكله من النواه البلح، يعني هو عايش حياته كلها على البلح وعلى النخله، كلها فوائد. فهمت؟ يجي يضرب ابنه يضربه بجريت النخل، وكل يعني النخل كله فوائد. فهمت ازاي؟ ثم بعده النخل، لأنه آخر سواك استاك به صلى الله عليه وسلم. وصح أيضا أنه كان أراكا، لكن الأول أصح، أو كل راو قال بحسب علمه. ثم الزيتون، اللي هو إيه اللي هو عود اللي متاخد من شجر الزيتون. لخبر الطبراني، نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحفر، أي وهو داء في الأسنان. الحفر اللي هو ايه يقول لك التسوس، يعني عارف احنا نسميه دلوقتي ايه سوسه، سوسه يعني عملت حفره في السن، فكانوا يسموا السوس زمان الحفر. فهمت؟ وهو النبي بيقول ايه، وهو على ايه
على الزيتون أو الأراك، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن المندى بماء الورد. ويظهر أن اليابس المندى بغير الماء أولى من الرطب لأنه أبلغ في الإزالة. كذا في التحفة لابن حجر. وفي حديث في مسند البزار: ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال بالإجماع. يعني السواك النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يوجبه على أمته، لكن شفقة عليهم خلاه لهم سنة. شفت إيه من شفقة النبي على الأمة. وخصال الفطرة بكسر الفاء لأنها لبيان الهيئة، يقال فطر يفطر فطرا بالفتح، فطر يفطر فطرا بالفتح، وهو الابتداء والاختراع. يقول لك فاطر السماوات والأرض، مش كده برضو؟ يعني اخترعهم على غير مثال، ابتدعهم. يبقى فاطر ايه؟ اقوى من خالق كمان، لان الخالق قد يخلق على مثال سابق، لكن الفاطر يعني على غير مثال سابق. يبقى فاطر السماوات والأرض، ربنا فاطر. المصريين يقول لك أعمل سكر فاطر ولا صايم؟ بتغيظني أوي الكلمة دي من العيانين، كل يوم بسمعها، لأن الفاطر هو الله. لكن أعمل نسبة السكر مفطر ولا صائم؟ أدي مفطر مش فاطر. إنما فاطر جاي من فطرة، لكن إيه؟ مفطر جاي من أفطرة. فهمت؟ فناخد بالنا. يبقى ايه؟ صيام صائم ومفطر، مش صيام صائم وفاطر. منشور قوي على لسنة العوام، بتغزني جدا، تعمل لي قلق. او ممكن تقول ايه؟ اعمل سكر بعد الاكل ولا صايم؟ ماشي حلو، يريحني. واخد بالك؟ يقول لك الملاف السعدي يا اخي. قال القلقشندي، قلقشندة دي في بنها، جنب بنها كده، هو نشأ فيها عالم كبير من علماء مصر اسمه القلقشندي، وله ايه؟ مصنفات كثيرة. قال القلقشندي في شرح العمدة: المراد بها هنا السنة، كما نقله الخطابي، اللي هي خصال الفطرة، يعني ايه السنة، كما نقله الخطابي عن أكثر العلماء، وصوبه النووي في مجموع، أي من سنن الأنبياء، وقيل هي الدين، وجزم به أبو نعيم في المستخرج والمواردي وأبو إسحاق الشيرازي وآخرون. وقيل هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، ورجحه أبو عبد الله القزاز في تفسير غريب البخاري. ورد البيضاوي الفطرة إلى مجموع ما قيل في معناها، فقال هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع القديمة، فكأنها أمر جبلي، يعني طبعي بقى، ايه طبيعه ان الناس كلها تحب تعملها. فهمت؟ انتهى. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لولا ان اشق على امتي، اي كراهه او مخافه ان اشق على امتي، اي امه الدعوه، بدليل قول الراوي على سبيل الشك او على الناس، لامرتهم، اي امر ايجاب، فلا دليل فيه لمن قال المندوب ليس مأمورا به، بالسواك، لأمرتهم بالسواك، إن أريد به الفعل فلا حذف، وإن أريد به الآلة فعلى تقدير مضاف، أي باستعمال السواك مع كل صلاة، أي عند إرادتها. يبقى عند إرادة السواك. وقال الشيخ شهاب الدين الرمي: عند المالكية مثلا يكره استعمال السواك في المسجد. فهم؟ عند المالكية قالوا لأنه إزالة قذارة، والمسجد ينزع عن إزالة القذورات. وأنا أميل لرأي المالكية في هذه المسألة بالرغم من الشافعي عادي يستعملوا عادي في المسجد كده أهو، والحنابلة، واخد بالك، ويصلي يبقى واقف في الصف جنبك وقاعد يعمل كده، واخد بالك. المالكية قال لك لا، السواك يستعمل مع الوضوء وتتمضمض بعده وما لا تتركش فتفيد في فمك. فهمت ازاي؟ فسنة السواك عند المالكية تعملها مع الوضوء، في أثناء الوضوء، لا في وقت وقوفك في الصف
في المسجد، لأن المسجد لا تزال فيه، يكره في المسجد قص الأظافر لأنه إزالة القاذورات، وكذا السواك لأنه إزالة القاذورات من الفم، فاهم؟ ورأي الملكية في هذا الأمر وجيه جميل، لكن الشافعية أجازوه على ألا يكون فيه مبالغة، فهمت إزاي؟ مش يقعد بقى الواحد كده تسمع ويرتف واحنا كلنا واقفين في الصف يقلب معدتك، فهمت ازاي؟ مش بتقلب معدتك ولا لا؟ فيعني ما فيش داعي للمبالغه، لان في ناس مارسوا الدين بطريقه تكره الناس في الدين، فناخد بالنا من الحكايه. يبقى ما يقولك عند كل صلاه، يعني عند الاستعداد لكل صلاه، والاستعداد للصلاه يكون بالوضوء، وعشان كده من سنن الوضوء ان تبدا بالسواك، مش كده برضو؟ فيبقى ايه عنديته؟ معناه عنديه مقاربه، مش عنديه مقارنه. في فرق بين المقاربه والمقارنه، فهمت بقى ازاي؟ ففي ناس فهموا عنديه مقارنه، وهي العنديه معناها ايه؟ عنديه مقاربه، يعني ما تبقى على قرب عهد دخول في الصلاه وهو بالوضوء تستعمل بقى السواك، تدخل جاهز على طول تصلي، فهمت بقى؟ لكن على اي حال لو استعملته في المسجد استعمله بطريقه ايه؟ غير مقززه، ان كنت شافعيا يعني او حنبليا. قال الشهاب، الشيخ شهاب الدين الرملي، شهاب الدين الرملي هو احمد ابن محمد الرملي من رملة لينجب في المنوفية، كانوا من كبار الشافعية، حتى أنه قالوا على إيه؟ على الشيخ أحمد الشافعي الصغير، من كتر إيه؟ مكان يعني إيه قوي في المذهب، وكل ما هو أحمد تقول عليه شهاب الدين، وكل ما هو محمد يبقى نور الدين، فهم؟ فكان أبوه نور الدين محمد الرملي، وابنه أحمد اللي هو إيه؟ شهاب الدين أحمد الرملي، والابن كان إيه يعني فاق أبيه بإيه في الفقه، والاثنين كانوا فقهاء كبار رضي الله عنهم وأرضاه. قال الشيخ شهاب الدين الرملي: ولو نسيه حتى دخل في الصلاة أتى به في أثنائها بعمل خفيف. وابن حجر الأيتمي قال له: إيه اللي بتقوله ده يا أحمد؟ إيه اللي بتقوله ده يا أحمد؟ يتسوك وهو في الصلاة بعد ما نوى؟ إيه يا أحمد اللي بتقوله كده؟ قال له: أنا بقول لك بعمل خفيف يعني، عمل خفيف يعني كده بس، كده بس، مش كده، مش قصدي كده يعني، واخد بالك؟ يعني العلماء يقعدوا يكلموا بعض يناقشوا بعض، فهمت بقى؟ وخالفه ابن حجر الهيتمي، قال: لبناء الصلاة على السكون، ما ينفعش الحركة الزائدة في الصلاة مكروه. متفق عليه. رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي أيضا من حديث زيد بن خالد، ورواه أحمد والترمذي أيضا والضياء من حديث زيد بن خالد هذا بزيادة، ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل. رواه الحاكم في المستدرك، لأن معاد العشاء أصلا إيه؟ تصليها مع بداية تلت الليل أو نص الليل، ده أصل وقتها، النبي تشفع لنا عند الله وخلها لنا مع غياب الشفق عشان نصليها بدري بدري وتخش تنام. شفت بقى النبي له ايه اثر في التشريع؟ النبي له نوع من التخيير، يعني ربنا اداله مساحة في التشريع يتصرف فيها لأمته، فالنبي خد المساحة دي واستعملها للرحمة بأمته مش للتشديد على أمته، فهمت بقى؟ ورواه الحاكم في المستدرك من حديث العباس بلفظ: لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء، كذا في الجامع الصغير، يعني كأن السواك كان حيبقى شرط لصحة الصلاة، كأن كالوضوء شرط لصحة الصلاة. شفت قد ايه كانت هتبقى صعبة، لان ممكن تبقى في مكان نسيت السواك بتاعك، او ما عندكش آلة تنظف سنة، تضطر تعطل صلاتك. فايه الرسول صلى الله عليه وسلم جعله سنة وليس شرطا لصحة الصلاة كالوضوء. قال المصنف في الحديث: دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته، وفيه فضل السواك عند كل صلاة. وقد ورد من حديث أم الدرداء مرفوعا: ركعتان بسواك
أفضل من 70 ركعة بلا سواك. الحديث رواه ابن النجار والديلمي في الفردوس، ولكن يبدو أن حديث واهي شديد الضعف، لكن على أي حال هو فيه برضو معنى أن الصلاة بالسواك تكون ثوابها أعلى من الصلاة بغير سواك. قال السيوطي نقلا عن الزين العراقي: وحكمة الأمر به للصلاة أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك أمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ فيتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. وفيه حديث في مسند البزار: الملائكة دول إيه اللي بيغذيهم؟ ما بيأكلوش ولا بيشربوا، فهمت؟ إيه اللي بيغذي؟ غذى الملائكة الطاعة والذكر، يتقوى بي، فهمت؟ ومش كده وبس، ويتولد الملائكة أيضا من الذكر والطاعة. يعني كل ما تقرأ قرآن كل ما ملائكة تتولد وتخلق من الحروف اللي بتقرأها، تصور؟ علشان كده الملائكة عددهم كبير كتير، لا يعلم عددهم إلا الله. كل واحد يقول سبحان الله يخلق بها ملك، والحمد لله يخلق بها ملك، لأن ما عندهمش، ليسوا ذكور ولا أنوث، فما بيتزوجوش فبيتناسلون. طب هيكتروا منين؟ بيكتروا كده. طب وبيتغذوا بإيه؟ بذكر الله. فورد خبر أن الملك عندما تذكر الله أو تقرأ القرآن يقترب منك حتى يكون عند فمك ليتلقف الذكر فيقويه. فلما يكون فمك كريه الرائحة الملك يتأذى. فأنت بتعمل السواك ده عشان ما يبقاش فيه كراهة للرائحة. فهمت بقى القصة؟ وقال الحافظ زين الدين العراقي: يحتمل أن يقال حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد من أنه يقطع البلغم ويزيد في الفصاحة، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنع القراءة وكذلك الفصاحة. انتهى. هو الحقيقة بعد الملخص ده كله إن الفم آلة الذكر، مش هتذكر ربك بفمك، فلابد أن تنظف آلة الذكر. فالنبي علمنا إيه؟ علمنا الاستنشاق، لأن الأنف مهمة جدا في مخارج الحروف، فتستنشق كأنك بتعد آلة الذكر، وبعدين تتمضمض عشان تنظف الفم، وبعدين تنظف أسنانك لأنها موجودة جوه الفم. كل ده إيه؟ لأن الفم آلة الذكر والأنف آلة الصوت، فهمت؟ وبالتالي لابد من تنظيف الآلة ليخرج الذكر إيه؟ سهل وجميل، فتعرف تقرأ بدون ايه ما تتنحنح كتير ولا تكح كتير ولا تقطع قرايتك ولا تبقى اخنف ولا تبقى ايه صوتك متغير، فهمت؟ وبالتالي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نعد انفسنا نبقى صالحين لذكر الله بطريقة مريحة لينا وجميلة في ايه في الذكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أي استيقظ من النوم وفي لفظ من الليل يشوص فاه بالسواك تشريعا للأمة لما ينشأ منهم من التغير عند النوم، ففعل ذلك ليفعلوه فيذهب ذلك الأثر. متفق عليه. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه. والشوص الدلك. يبقى يسن السواك عند تغير رائحة الفم لأي سبب، كويس؟ إما من طعام أو من طول نوم أو طول صمت أو كثرة كلام، كل ده يسن فيه السواك، إلا عند الشافعية للصائم بعد الزوال، لأن رائحة فمه المتغيرة بالصوم أثر عبادة، وأثر العبادة لا يزال، ده رأي الشافعية. وعند المالكية يستعمل السواك عادي حتى للصائم في كل صيامه، وقت صيامه. واضح؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد بضم النون من الإعداد، أي نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه، أي ما يستاك به، وطهوره، تقول طهوره بفتح الطاء، يعني الماء اللي يتوضأ به اسمه الطهور، إنما الطهور بضم الطاء هو الفعل نفسه، فهمت؟ يبقى وطهوره، فيبعثه الله أن يوقظه من نومه. وفي عبارتها استعارة مكنية يتبعها استعارة تخيلية،
ما شاء أن يبعثه. ليه؟ لأن شبهت النوم بالموت، وشبهت الاستيقاظ بالبعث والنشور. شوف الاستعارة التخيلية، شفت الخيال الجميل. وفي الآخر يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، ومليانة مجاز. فهم؟ ما شاء الله أن يبعثه أي وقت مشيئته إيقاظه. فما مصدرية ظرفية، لسه هو رجع لنا الزركشي قدامنا هو. ما مصدرية، مش لسه قرينا عند الزركشي؟ ها طيب. فما مصدرية ظرفية، ما شاء الله أن يبعثه. وقولها من الليل حال من الضمير المفعول به، فيتسوك أي عقب قيامه كما تومئ إليه الفاء، ويتوضأ يحتمل أنه كان يكتفي عن السواك المسنون فيه بما قبله لقربه، وأنه كان يأتي له بسواك ثان ويصلي أي صلاة الليل، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثرت. قال الحافظ في الفتح في رواية الإسماعيلي: لقد أكثرت عليكم في السواك، أي بالغت في تكرير طلبه منكم وفي إيراد الأخبار في الترغيب فيه. وقال ابن التين: معنى أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني أنه روي بضم أوله، أي بلغت من عند الله بطلبه منكم، أو بلغت من عند الله، يعني كأن الله أمر النبي كثيرا أن يؤمر أمته كثيرا بالسواك حتى لا ينسوه، يصبح عادة عنده. ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة، انتهى. رواه البخاري ورواه أحمد والنسائي. وعن شريح بضم المعجمة وفتح الراء وسكون تحت ابن هانئ بكسر النون وهمزة آخره ابن زيد الحارسي المذحجي أبي المقدام، قال في التقريب: ثقة مخضرم. يعني إيه مخضرم؟ يعني حضر الجاهلية والإسلام، يسموه مخضرم. قتل مع ابن أبي بكر بسجستان، كذا في التقديم. قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء، أي من الخصال التي ندب إليها، كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فيه ندب السواك عند دخول المنزل، وذلك لإزالة ما يحصل عادة بسبب كثرة الكلام الناشئ عن الاجتماع وغبار الطريق برضو، كل ده ساعات يؤثر، رواه مسلم. وعن أبي موسى هو الأشعري، وليس في الصحابة من يكنى بذلك غيره، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرف السواك على لسانه، فيه جواز الدخول على الكبار حال الاستياك، متفق عليه. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والخوارزمي والإسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم، كذا في غاية الأحكام. وهذا لفظ مسلم، رواه في أبواب الطهارة مختصرا، وأورده في أبواب الإمارة من جملة حديث بلفظ: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، قال: فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. الحديث: وكأنهما قضيتان، في إحداهما رأى السواك على طرف اللسان، وفي أخرى تحت الشفة، أو رآه في تلك القصة فيما ذكر في الحديثين في زمن بعد آخر. وعزى صاحب عمدة الأحكام اللفظ المذكور لهما، وزاد ويقول: اع والسواك فيه كأنه يتهوع. يعني كان النبي ساعات يكحد بالسواك سقف حلقه ولسانه علشان ما يكونش فيه أثر طعام، فلما تدخل السواك في جوه شوية يعمل كده، فهم؟ كأن النبي كان يبالغ في استخدام السواك في داخل تجويف فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال المصنف في المجموع: المطهرة بفتح الميم وكسرها مطهرة ومطهرة، لغتان ذكرهما ابن السبكيت وغيره، والكسر أشهر. كل آلة يتطهر بها،
شبه السواك بها لأنه ينظف الفم والطهارة النظافة. وقال زين العرب في شرح المصابيح: مطهرة ومرضاة بالفتح مصدران بمعنى الفاعل، أي مطهر ومرض، أو باقيان على معناهما المصدري أي سبب الطهارة والرضا. ويجوز كون مرضاة بمعنى المفعول أي مرضية للرب. وقال الكرماني: مطهرة ومرضاة إما مصدران ميميان بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى الآلة. فإن قلت كيف يكون سبب مرضاة الله تعالى، فالجواب إنه من حيث الإتيان بالمندوب يوجب الثواب، ومن جهة إنه مقدمة الصلاة وهي مناجاة الرب، ولا شك أن طيب الرائحة يقتضي طيب المناجاة. وقال الطيبي: يمكن أن يقال إنها مثل الولد مبخلة مجبنة، أي السواك مظنة الطهارة والرضا، أي يحمل السواك الرجل على طهارة الفم ورضا الرب. وعطف مرضى يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة علة للرضا وأن يكون مستقلين في العلية. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيح وأسانيد صحيح. قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه أحمد عن أبي بكر، ورواه الشافعي وأحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن كلهم عن عائشة، ورواه ابن ماجه عن أبي أمامة. وذكر البخاري رحمه الله في صحيح هذا الحديث تعليقا، أي محذوف أول سنده، بصيغة جزم، أي وما رواه كذلك محكوم بصحته. فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها، إلى آخره، انتهى. المعلق اللي هو إيه؟ محذوف أول الإسناد، يسموه حديث معلق، كويس؟ واللي محذوف آخر الإسناد يسموه إيه؟ مقطوع أو منقطع، مش كده برضو؟ واللي متصل الإسناد يسموه إيه؟ ويواصل لحد النبي يسموه مرفوع، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها في علم المصطلح بقى، لما تقرا مصطلح الحديث. والإمام البخاري أحيانا يعلق الحديث بصيغة جزم قوية يعني والقالة، وأحيانا إيه يعلقها بصيغة فيها نوع من التمريض والتضعيف، يقول يقال، يحكى، يروى. فلو قالها بصيغة التضعيف معناها لم تصح على شرطه، ولو قالها بصيغة الجزم أنها صحت على شرطه. فهمت؟ عشان ناخد بالنا من معلقات البخاري، دي علم الوحدة. معلقات البخاري، لأن البخاري في الصحيح له معلقات كثيرة، بعضها بصيغة الجزم وبعضها بصيغة إيه؟ بصيغة التضعيف أو التمريض، يسموها تمريض أو تضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس، أو شك من الراوي، أو خمس من الفطرة، ويتعين حمل الرواية الأولى على هذه. فقد جاء عند أحمد وغيره بلفظ من الفطرة خمس، وعند مالك خمس من الفطرة، سيما وقد ثبتت الرواية بزيادة على الخمس بكثير كما سيأتي في الحديث بعده. فعلم أن الحصر غير مراد، والنكتة في الإتيان بهذه الصيغة إما التنبيه على أن مفهوم الدلالة ليس بحجة، وإما الدلالة ولا العدد؟ الدلالة. هو كان يقول مفهوم العدد، حط فوق الدلالة العدد، وإما التنبيه على أن مفهوم الدلالة حط فوق الدلالة العدد. ليس بحجة، وإما أنه أعلم أولا بالخمس نظير حديث الدين والنصيحة، أي معظمه، ويدل له ما أخرجه الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم مرفوعا: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وورد مثله في عدم حلق العانة وتقليم الأظفار، وساغ الابتداء بخمس على الرواية الثانية لكونها صفة لموصوف محذوف تقديره خصال خمس، أو مضافة لمحذوف والتقدير خمس خصال، أو الجملة خبر مبتدأ محذوف تقديره المشروع لكم خمس من الفطرة. وأما الرواية الأولى فالتقدير خصال الفطرة خمس، فحذف المضاف قاله في غاية الأحكام، وفي قوله: والجملة خبر مبتدأ محذوف، إلى آخر ما لا يخفى، وليس المراد بالسنة المفسر بها الفطرة هنا ما يقابل الواجب. يعني ليس المراد بالسنة هنا بمعنى اللي هي المستحب فعله، ليه؟ لأن بعضها كان واجب زي الختان، فدل على أن هي
ليست هي ما يقابل الواجب، بل مراد الطريقة، كما جزم به جماعة من الأئمة منهم أبو حامد والماوردي، إذ منها الختان وهو واجب عندنا، والمضمضة والاستنشاق وهما واجبان عند بعض الأئمة. الختان بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفوقية، مصدر ختنة بفتحات أو قطعة، وكان قياس مصدره ختنا بسكون الفوقية، وهو قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص. والختان لإيه؟ للرجال، والخفاض للنساء. فهم؟ فالختان هنا ما قالش الخفاض. الخفاض بقى فيه مناقشات كثيرة. والاستحداد أي استعمال الحديد لحلق شعر العانة وتنظيف محلها، وهو الشعر الذي حول كل من ذكر الذكر وفرج المرأة كما سيأتي. وتقليم الأظفار تفعيل من القلم، وهو القطع، يقال قلمت ظفري بتخفيف اللام، وقلمت ظفري بتشديدها للتكثير والمبالغة. والأظفار جمع ظفر بضم الظاء المعجمة والفاء، ظفر وظفر، وحكي كسرها ظفر، وكسر أوليه ظفر، وأنكره ابن سيدة، وحكي أيضا أظفور بوزن عصفور، والمراد قطع ما طال عن اللحم من الظفر، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وربما منع وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة وفي ترتيب قصها. أوجه أشهرها، أنا حوصت بقى ظفر، أشهر الترتيب إيه؟ أبدأ بالإيه؟ باليمنى، وأبدأ بمسبحة اليمنى لشرفي، يبقى أبدأ إيه؟ بمسبحة اليمنى الأول، كويس، وبعدين ابتدي اخد بقى ايه من اول الخنصر، وبعدين ايه البنصر، وبعدين الوسطى، وبعدين الابهام، ده في اليمنى. بعد كده اخد اليسرى، ابتديها ايه من الخنصر ينتهي بالابهام، كويس. يبقى دي طريقة ايه الترتيب اللي شبه اتفقوا عليه. طب انا هقصها باي ترتيب؟ قص براحتك، مفيش حاجة، لكن انت لو عايز ترتيب السنة هذا هو الترتيب. يبدأ بمسبحة اليد اليمنى فالوسطى إلى الخنصر، ده دي طريقة تانية، قال لك يبدأ بدي بالمسبحة وبعدين كده لحد الخنصر وبعدين يختم بالإبهام، لكن في طريقة تانية اللي قلتها لك، يبدأ بدي وبعدين ياخد من هنا ويمشي ويجي بالإبهام، فهمت ازاي؟ لأنهم اختلفوا في الطريقة كتير، لكن هنا إيه اختار لك الإيه الطريقة التانية. ويختم وهنا ايه فالوسطى الى الخنصر ويختم بابهامها، ثم بخنصر اليسرى، اهو خنصر اليسرى اهو، وبعدين ينتهي بابهامها. معنى عندنا خنصر، بنصر، وسطى، سبابه، ابهام، مش كده برضو سهلين؟ من خنصر يعني. طب واصفاء والرجل بقى، القدم نبتدي من خنصر اليمنى وننتهي بابهامها، وبعدين ناخد ايه ابهام اليسرى وننتهي بخنصر، يعني نمشي كده بالترتيب كده على بعض، فهمت الطريقه؟ ده في القدم بقى، مش انت ليك صوابع في قدميك؟ خلاص. ونتف الإبط أي نتف شعره النابت فيه، وهو سنة اتفاقا كما قاله المصنف، ويستحب أن يبدأ باليمين وأن يتولاه بنفسه، ولو حلقه أو أزله بالنورة جاز لحصول المقصود. وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، لأن النبي قال نتف الإبط لو وقف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل، لكن يظهر أن النتف مقصود لما فيه من إضعاف الشعر، وبذلك تضعف الرائحة والإبط، تذكر وتنأنث، ويقال تأبط الشيء إذا وضعه تحت إبطه. دخلوا على الإمام الشافعي لو بيحلق إبط بالموس، فأول ما دخلوا السلام عليكم شافوه بيعمل كده، فقال لهم أعلم أن النتف أفضل ولكني لا أحتمله، علشان يريحهم.
يعني في ناس ما تستحملش النبت، مؤلم، مش كل واحد يستحمل. وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف معنا. وقص الشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، وقيل الإطار بكسر الهمزة وبالطاء المهملة، وهو الذي يباشر به المشروب. هو سموه شارب ليه؟ عشان بيشرب معك. هو الشعر اللي على الشفة العليا. النبي قار ان احنا نقصه مش نزيله بالكلية، نقصه عشان ما يبقاش كثيف كده، يوم ايه يتلبد بالاكل وبالمخاط اللي نزل من الانف ويبقى شكله قبيح، فهمت؟ لما يبقى كثيف او كده، لكن ايه تهديه شوية تقصر. عشان كده قالك قصه الشارب، ما قالش حلقه الشارب. في ناس بيحلقوه كده تحس انه واخد بوكس كده، ربي لحيته عن غيره وحلقه كده. الامام مالك لو شاف واحد كده يقول لك يعذر بثلاث جلدات، لانه كده بيقبح اي هيئته عند المالكي، بيقبح هيئته كويس. وبعض العلماء غلفوا الامام مالك، قال لك لا ده ازالته بالكليه نوع من القص، وهو ازالته بالكليه ما فيهاش حاجه. عشان كده تلاقي الناس تختلف، لكن الاولى انك تبقى زي النبي. النبي كان ايه له شارب، فهمت؟ والصحابه كان لهم شارب. سيدنا عمر كان يقول لك اذا فكر ايه مسك سبليه، دليل انه كان ليه شارب، كان ما يسرح يقعد يعمل كده. سيدنا عمر يبرم في سبليه، يبقى بيفكر في حاجه مهمه. اول ما تشوفه كده يبقى بيفكر، ايه ما تقطعوش في الكلام هيضربك، سيبه يفكر. والحكمه في قصه مخالفه المجوس كما ورد في الحديث، او النظافه والامن من التشويش عند الاكل ومن بقاء زهومه الماكول فيه. وقال ابن العربي: يشرع القص لأن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة، فتعصر إزالته عند غسله، وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشم، فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به. والمستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن منه، وهو غير بين أن يتولى نفس ذلك بنفسه أو يتولى ذلك غيره لحصول المقصود، مش كده؟ وهو مخير، وهو غير بين ولا مخير؟ مخير بين ان يتولى. بس كلمه غير دي مضايقاني قوي، نصلحها بقى. اللي عنده وهو مخير بين، مش بين، وهو مخير. يا اخي المشكلها لي بين وحطيت لي شده حاجه عجيبه عشان يضللنا. وهو مخير بينه، خلاص مش كده برضه تمشي، اتحلت المشكله. يا اخي نسخه يا اخي محرفه كالتوراه والانجيل. وهو مخير بين ان يتولى ذلك بنفسه او يتولى ذلك غيره لحصول المقصود. انت بتروح للراجل المزين ايه يعمل لك شاربك ما فيهاش حاجه، او تعملها انت بنفسك، او مراتك تعملها لك ما فيش مالك، واخد بالك ازاي؟ اي حاجه، المهم ايه يعني ايه تقلل كثافته. ان يتولى ذلك بنفسه. وانت عارف حديث الترمذي لما دخل سيدنا بلال على رسول الله وقد وفى شاربه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقصه لك على سواك؟ فاكرين الحديث ده في سنن الترمذي، واخد بالك؟ سيدنا بلال دخل كان شاربه بقى وفى، يعني نزل على فمه كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: اقصه لك على سواك، يعني احط السواك بينه وبين الشفة واقصه كده عشان احافظ على الشفة بتاعتك، يعني احط السواك كده ويقصه كده على السواك عشان يبقى على حافة الفم. وده ايه من كمال ايه شفقة النبي بامته. شوف النبي بجلالة قدره وبيقول للبلال اقصه لك، ايه ده الجمال ده؟ واخد بالك؟ طبعا بلال استخبى وراح عمله. يبقى وهو مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يتولى ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة، ويحصل أصل السنة بالأخذ بالمقص وغيره. فائدة: هذه الخصال هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن، فجعله الله إماما يقتدى به ويستن بسننه. ويستن بسنته. انا كاتب ومشكلها يا اخي بالطريقه الغلط.
ويستن بسنته. كما قاله ابن عباس، مش واذا ابتلى ابراهيم ربه ابراهيم ربه بكلمات، قالوا دي من ضمن الكلمات وليست هي كلها بكلمات فاتمهن، من بينها كمان امر بذبح ابنه وامره بالختان، حتى انه ختن نفسه سيدنا ابراهيم، ختن نفسه عنده 80 سنه بيده قوي سيدنا ابراهيم، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ وهي الكلمات التي ابتلي بها ابراهيم عليه السلام فاتمهن، فجعله الله اماما يقتدى به ويستن بسنته، كما قاله ابن عباس وهو اول من امر بها من الانبياء، قاله الخطابي وقيل كانت عليه فرضا وهي لنا سنه، متفق عليه. وهل يفهم من هذا ان اول من اختتن من بني ادم سيدنا ابراهيم، واللي قبل كده كانوا غير مختنين ام لا؟ عايز بحث. وانا اعتقد ان اولهم كان سيدنا ابراهيم. يبقى اللي قبل سيدنا ابراهيم كل الاجيال دي ما كانتش بتتختن. وده من رحمه ربنا بهذه الاجيال، ليه؟ لان الجراحه ما كانتش لسه متقدمه، وكان ممكن يتعرضوا لمشاكل صحيه. فلما تقدمت البشريه وتقدمت صناعه الموس والمشارط والحاجات دي وبقت حاجه جميله، ربنا امر سيدنا ابراهيم بقى يتختن، لان تيسرت الالات. فهمت؟ لكن قبل كده كان غير متيسر. في العصر الحجر يجيب حجر بقى يدق ذكره، مش هينفع، يهرسه. فهمت؟ فكانت تبقى صعبه. فانا اعتقد ان اول من تختن في البشر كان سيدنا ابراهيم، ثم بعد ذلك البشر من بعده زوال هذه العادة، وهي عادة عبادة، يعني في من العبادات عادات. وقيل كانت فرضا عليه فرضا وهي لنا سنة، متفق عليه. وأخرجه أحمد وأصحاب السنة الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والإسماعيل وأبو عوانة والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم وأبو الشيخ ابن حبان والبيهقي وغيرهم، وأخرجه مالك والنسائي أيضا موقوفا، ورواه مالك خارج الموطأ مرفوعا. الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. قال الراعي كأنه مأخوذ من الحديد، لأنهم كانوا لا يعرفون النورة. النورة اللي هي يعني نوع من إزالة الشعر بشيء لاصق كده، يسموه النورة. ما كانوا يجيبوا مادة كده يدهنوا بيها المنطقة، تقوم تخلي الشعر يتساقط، زي دلوقتي بعض الكريمات مزيلات الشعر. والعانة الشعر الذي فوق الفرج وحواليه من الرجل والمرأة. ونقل عن ابن شريح، عندك شريح؟ ولا سريج؟ شريح. ونقل عن ابن شريح أن الشعر النابت حول حلقة الدبر، فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميمة على القبل والدبر وحولهما، قاله المصنف، لأنه برضو نوع من النظافة، لأن لو حوالين الدبر في شعر كتير البراز ينزل يتعلق بالشعر وينشف فيه، يبقى صعب تنظيفه بعد كده، واخد بالك؟ ويعمل تسلخات ويعمل، وبالتالي كل ده يعين الإنسان على أنه يبقى عنده جلده نظيف ورائحته نظيفة، وميكونش حامل لآثار نجاسة. ويحصل المقصود بالنتف، لكن السنة الحلق لها. وقال المصنف في التأديب النتف في حق المرأة أولى، وسبقه إليه الذرماري. عندك الذرماري ولا البرماوي؟ الذرماري. كلكم ذرماوي؟ فيش برماوي؟ أنا عندي برماوي. عندك برماوي؟ أنا رأيي إن هي البرماوي، لأن فيش حد اسمه ذرماوي أصلا. إيه ذرماري دي؟ ابحث كده في علماء المسلمين واحد اسمه ذرماري، نبحث. لكن هي البرماوي بتقالي. أنا أول مرة أصلا أشوف واحد ذرماوي. زرماري، تسمي ابنك زرماري؟ ايه رأيك؟ يمكن في بلد اسمها زرمار ويبقى منسوب لبلدي، تحتمل تبقى بلد اسمها زرمار وسموه منسوبا لبلد. لكن ابحثوا لنا كده، هل في عالم اسمه زرماري ونسبة لبلد اسمها زرمار؟ وأين هذه البلد في هذا العصر؟ واخد بالك؟ ومين عمدتها؟ وعدد سكانها؟ وبياكلوا كل يوم الصبح؟ تجيب لنا معلومات بقى بكر. واستشكله الفاكهي بأن فيه ضررا على الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء. وقال ابن العربي النتف في حق الشاب أولى، لأنه به يربو مكان النتف،
والأولى في حق الكهلة التنور والضابط في إدالته الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر، أي خصال عشر من الفطرة قص الشارب، واختلف في السبالين. انت عارف السبال اللي هو ايه؟ اللي هو الشعر الناتئ اللي جاي في طرف الشارب حوالي الفم، يسموه السبال. عارف انت مصطفى كامل لما كان عامل سباله كده اللي هي ماركة مصطفى كامل، كان ليه، كان ايام مصطفى كامل في اول القرن الماضي الرجالة تتباهى بان تعمل ايه الشارب بتاعها السبال كده، وكانت مشهورة في الصعيد، صعيد مصر، واخد بالك؟ فيقول لك ايه شواربه يقف عليها الصخر ولا الصقر، حاجات كده، او ده اسمه السبال بقى، اسمه ايه؟ السبال. خد بالك، امشي معايا كده وبص لي، واخد بالك؟ فتح عينك، اصحى يا نايم. نيجي للشعر، تقسمه ازاي بقى؟ كل حاجه ليها اسم. الشعر اللي هنا ده اللي فوق الجبهه دي اسمها الجبهه، حوالين الجبهه جبين وجبين، يبقى في جبينان وفي جبهه، كويس؟ انت بتسجد على الجبهه، والنبي كان واسع الجبين، يبقى النبي كان له جبينان، وانت برضو ليك جبينان، كل انسان له جبينان يلتقوا في الجبهه. الشعر اللي فوق الجبهه على طول يسموه الناصيه. الشعر اللي فوق الجبهه على طول يسموه ايه؟ الناصيه. وحوالين الناصيه حته منزوعه الشعر يسموها النزعتان. يبقى النزعتان اللي هي الحته اللي حوالين الناصيه دي اللي هي منزوعه الشعر، كويس؟ وبعدين الشعر اللي هنا يسموه التحذيف، شعر التحذيف، التحذيف بالذال. ليه؟ لان كتير من الناس يحذفوا منه بعض الاشياء الامام، يعملها كده ويشيلها، فسموه شعر التحذيف. المنطقه اللي فيها شعر التحذيف دي يسموها ايه؟ يسموها الصدغ. الصدغ اللي هي الحته اللي فوق الاذن، واخد بالك؟ وايه فوق الاذن وتوديك على الراس الشعر، يبقى الحته دي اسمها الصدغ. كل واحد له صدغان، كويس؟ اما تيجي تتك كده بسنانك تلاقي في عضله تظهر كده تحسها، ايه اسمها ايه دي عضله الصدغ اسمها. يبقى الشعر ده الحته دي اسمها الصدغ، والشعر الناتئ امامه اسمه التحذيف لانه ساعات يحذف، كويس؟ واللي فوقيه هنا النزعتان وهنا الناصيه. تخلص الصدغ تلاقي في عظمة أمام الأذن، مش كده؟ عندك ولا مش عندك؟ اتسرقت منك وانت راكب المترو، يبقى في عظمتين أمام الأذن هنا. الشعر اللي عظمتين دول اسمه ايه؟ العذار. اسمه ايه؟ العذار. يبقى كل واحد له عذارين، واخد بالك؟ يبقى ده شعر العذار. المصريين يقولوا عليها السوالف بلغتهم العامة العامية، اللي هو شعر العذار. بعد العذار يجي الشعر هنا على ايه؟ على عظمة الفك، يسموه ايه؟ العارض. لانه اول ما يعرض من الانسان لما تبص له من جنبه تبص تشوف الحتة دي، فسموه شعر العارض، كويس؟ امامه شعر الخد، امام شعر العارض ايه؟ شعر الخد. توصل لحد الزاوية بتاع الفك، شايفها؟ زاوية الفك، عشان يجي قدام بقى يحود. الشعر اللي بين زاويتين الفك اسمه اللحية، والشعر اللي على الفك السفلي اسمه الذقن، والشعر اللي على الشفة السفلي اسمه العنفقة، وشعر ايه؟ العنفقة. وبعدين حوالين العنفقة دي شعرين خفيفتان كده يسموها المنفكتان، شعر المنفكتان. انا بقول لك ليه؟ لانك هتقرا الكلام ده في الكتب تبقى مش فاهم انت مكانه. وبعدين الشعر اللي على الشفة السفلى الشارب، واللي نازل من الشارب حوالين الفم السبال. يبقى عرفت كل حاجة؟ ايه في الصورة اهي، ايه الصورة اهي، انا وضبتها لكم وانتوا قاعدين تقولوا الذكر علشان تبقى تصورها وتنزلها في الصفحة. خدها يا سيدي. يبقى ايه مهم انك انت تبقى عارف الحاجات دي ليه بقى؟ علشان ايه؟ لما تيجي تقرأ في كتب الفقه ويقول لك ايه العذار، العنفقة، المنفكتان، شعر الحذف، الصدغ، الجبين، الجبهة، الوجنة. الوجنة اللي هي ايه؟ اللي هو الـ 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 الخد عند العظمة، عظمة الخد، عظمة الخد دي البارزة دي اللي تحت العين يسموه الوجنتان.
فهمت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ الوجنه. وحتى بيسموا ساعات حتى اسمها واحده وجنات، تلاقي وشك تبقى وجنات دي، واخد بالك ازاي؟ يعني وجنتين بتوعها بارزين منها زي ما بيرسموه في في الكاريكاتير، خدت بالك؟ يبقى فهمت كل حاجه؟ وبعدين طبعا الحاجب اللي هو ايه فوق العين، والاهداب والاشفار اللي هي الرموش، واخد بالك؟ ادي كل الشعر اللي موجود ايه في الوجه. يبقى كل حاجه ليها اسم، تاخد بالك منه. نقرا هنا تاني. واختلف في السبالين وهما طرف الشارب، وإعفاء اللحية أي عدم التعرض لشعرها بأخذ شيء منها. قال المصنف في شرح مسلم: قال العلماء: يكره في اللحية خصال بعضها أشد قبحا من بعض، خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، وخضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا اتباعا للسنة، وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقيا المشايخ، وندفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، وندف الشيب وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن، والزيادة فيها يعني يكره برضو أنها تبقى زايدة أوي طويلة أوي، لك أطول لحية في المقطم لحية فلان كده للشهرة، يبقى ساعتها أقصرها بقى، لأن إيه؟ النبي نهى عن الشهرة. الإطالة الزائدة برضو مكروهة جدا يا وهابية. حتى العلماء قال لك كلما طالت اللحية كلما قل على ضعف عقله، واخد بالك ليه؟ لأن اللي قلت مرؤته. يبقى ايه؟ والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين. عرفت العذارين؟ اللي هو الشعر الناتئ على العظمة اللي امام الايه؟ الاذن، يسموه العذر. في بعض الناس يقولك عند الشعر ده يطولوا قوي ويعملوا كده كأنه زي شارب كده وحاجة طالعة كده، زي ما بتشوفها كده في بعض الافلام الزمان التاريخية، تلاقيك واحد ايه عمل لك دي كده وعامل دي كده، يبقى ايه ثلاث حاجات مدببات كده. دي صور ايه؟ صور مكروهة للحية، كانوا ساعات يلعبوا في اللحية بتاعتهم كتير الناس. والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين او اخذ بعض العذار في حلق الرأس وندف جانبي العنفقة. عرفت جانبي العنفقة؟ اللي هي المنفكتان، جانبي العنفقة دي هنا حتى دي المنفكتان، وغير ذلك، وتسريحها تصنعا. لو واحد خطه حلو في الرسم يرسمها رسمة حلوة ويكتب عليها البيانات وصورها، عشان انا ايه رسمي مش حلو قوي، رسمتها لك بسرعة يعني، فلو واحد متفنن في الرسم كده يرسمها لنا حلوة وبعدين ينزلنا على الصفحة، عشان ما حدش يقول ده رسم الدكتور يسر الوحش. استروا اخوكم. وتسريحها تصنعا لأجل ايه؟ لأجل الناس، وتركها شعثة متشعشعة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسي، كل دي مكروه فيه. والنظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب وعقدها وظفرها وحلقها. يبقى حلقها كده حطوا إيه؟ حطوا من ضمن المكروهات مش المحرمات يا وهابي، يعني الوهابية يعني حلق اللحية من الكبائر ويكاد يخليها شرك، كل حاجة يخليها لك شرك. لا يا سيدي مكروه إلا إذا نبتت للمرأة. طب واحدة طلعت لها لحية يستحب بقى إزالتها؟ فهمت بقى؟ المرأة إلا إذا نبتت للمرأة فيستحب لها حلقها، انتهى. والسواك أي الاستياك، واستنشاق الماء أي إيصاله إلى الأنف وهو مطلوب في كل من الوضوء والغسل، وقص الأظفار لإذهاب ما يجتمع تحتها من الوسخ، وغسل البراجم دفعا لما يجتمع في غضونها منه. البراجم اللي هي عارف عقل الصباع، تلاقي فيه إيه تكسيرات كده في عقل الصباع وتكسيرات في كف اليد، دي ساعات يجتمع فيها الوسخ، فلابد أنك تهتم أنك أنت تزيل، ده اسمه غسل البراجم، خدت بالك؟ غسل البراجم.
دفعا لما يجتمع في غضونها منه، ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر السماخ فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذا ما يجتمع داخل الأنف وسائر الوسخ المجتمع في أي موضع كان في من البدن بالعرق والغبار ونحوهم. زي الناس التخان تلاقي عنده إيه بطنه كده طبقة فوق طبقة، فلازم يشيل طبقة طبقة ويمسح طبقة ويمسح علشان ما يبقاش طالع منه ريحة وحشة. فهمت إزاي؟ كل دي تبع إيه؟ غسل البراجم. فهمت بقى؟ يا إما إيه مش قادر يشيل، يجيب موظف عنده يشيل له براجمه وينظف ويديله مرتب شهري. هيعمل إيه بقى؟ مش قادر، ما هو تخين خالص. احنا شفنا ناس فعلا تخان جدا، لدرجة كنا نعمل لهم عمليات في بطنهم، نوقف اتنين يساعدونا عشان يرفعوا البطن واحنا نشتغل الجراحة. يعني اتنين بس شغلتهم يشد كده لحد ما نشتغل من كتر ما هي بطنه مدلدلة منه. شفناها كتير. مش عارف ليه الناس بيقعدوا ياكلوا فتة لحد ما يسيب نفسه يزيد. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قال الراوي هو مصعب بن شيبة كما صرح به مسلم، ونسيت العاشرة أي من الخصال إلا أن تكون المضمضة. قال المصنف هذا شك من الراوي. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى. قال وكيع بفتح الواو بوزن بديع وهو أحد رواته، رواه عنه مسلم بواسطة انتقاص، بواسطة انتقاص الماء أي بالقاف والصاد المهملة، يعني الاستنجاء، لأنه كانوا زمان يستنجوا إيه بالحجر. فالنبي قال من خصال الفكرة فترة استعمال الماء في إزالة النجاسات بدل الأحجار والاستجمار. يعني فهمت إزاي؟ أي انتقاص البول بالماء، لأنه ينقص البول من مجراه أو إيه ويوقفه داخل الفرج. وقال أبو عبيد وغير معنى انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وقيل هو الانتضاح. يعني الانتضاح انك انت ايه تم الواحد يمسك ذكر وينطره كده عشان لو في بقايا في مجرى البول ما تنزلش منه وهو ماشي توضع ثيابه، او تنزل بعد ما يتوضى فتنقض وضوءه، فلازم ايه يعني يستبرئ من بول استبراء كويس. وده خاصة بالرجال عن النساء، لان مجرى البول في الرجال متعرج وطويل، واخد بالك، فبيمشي كده زي حرف اس مجرى البول في الرجال، فبيحتاج ان الانسان يضغط من خلف الايه الخصيتين، ويضغط من فوق ويضغط من جنب ويضغط من جنب، ويكح ويتنحنح ويقف ويقعد. كل ده ليه؟ علشان ينزل اي بقايا. كل ده هيفيده ليه؟ لان ممكن لو ما عملتش كده تيجي تتوضى وتيجي تركع تقول الله اكبر، تركع تلاقي حاجه نزلت. مش بتحصل؟ لانك انت استعجلت. فلازم تاخد بالك من الحكايه دي، وانت عارف ان عدم الاستبراء من البول من اسباب ايه عذاب القبر، فناخد بالنا من الحكايه دي. وانت ايه والانتضاح بالماء كمان. في ناس بقى كمان يقول لك ايه، يروح رشش شويه ميه كمان على هدومه، على ما لبسه الخليه، ايه بعد ما يخلص الاستنجاء وكل حاجه يقوم يرش ميه. قال لك بتزيل الوسواس، عشان لو لقى اثر ميه ما يقولش ايه ده حاجه خرجت تاني، يقوم يزيل الوسواس منه بدل انتقاص الماء. قال الجمهور الانتضاح نطح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينتفي عنه الوسواس، وقيل هو الاستنجاء بالماء. وذكر ابن الأثير أنه روي انتقاص انتفاص بالفاء والصاد المهملة. قال والمراد نطحه على الذكر من قولهم لنطح الدم القليل نفصه، وجمعها نفص، وهذا الذي نقله شاذ، والصواب ما سبق قاله المصنف في شرح مسلم. رواه مسلم، قال السيوطي في الجامع الصغير، ورواه أحمد والأربعة. يا تسعة لعشرة، يا خبر أبيض. البراجم بالباء الموحدة أي المفتوحة. بكرة إن شاء الله هنخلص الدرس بدري. يوم طويل، يوم لك ويوم عليك. النهاردة عليك، بكرة لك إن شاء الله. وهي عقد البراجم بالجيم، وهي جمع برجمة بضم الموحدة، والجيم وهي عقد بضم ففتح، جمع عقدة الأصابع ومفاصلها. وإعفاء اللحية معناه توفيرها أي لا يقص منها شيئا. قال المصنف وهو بمعنى أوف اللحى في رواية، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عنها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب، يعني خليها على حافة الفم. أحفوا الشوارب أي أحفوا ما طال منها على الشفتين، وأعفوا بقطع الهمزة فيه كالذي قبله أي وفروا اللحى. قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية لحى ولحى بالكسر والضم لغتان، والكسر أفصح. قال المصنف: حصل من مجموع روايات هذا اللفظ في الصحيحين 5 روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء متفق عليه. ورواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر، ولم يعز السيوطي في الجامع الصغير الحديث للبخاري، بل اقتصر فيه على ذكر مسلم. ولعل هذا اللفظ لمسلم والبخاري رواه بمعناه، فعند البخاري من حديث ابن عمر بلفظ خالف المشركين، وعنده من حديثه أيضا أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، انتهى. قال السيوطي: ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة، ورواه الطحاوي من حديث أنس، وزاد في آخره: ولا تشبهوا باليهود. ورواه ابن عدي والبيهقي في الشعب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وزاد بدل القول ولا تشبهوا قول وانتفوا الشعر الذي في الأناف. في الأناف اللي هي الأنوف، يعني في ناس يخلي شعر أنفه دم دلدل منه بيبقى شكله قبيح، فبرضو إيه نشيله. والله تعالى أعلى وأعلم. يا النهاردة ابن علان خد مننا 1:11 ابن علان لوحده، جزاه الله عنا خير وأكرمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير.